هاي لي زامي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي لاباس، كلشي بخير. جيسبيغ تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم هو اول مره في لاشين ديالي غادي نعاود لكم ستوري تايم. انا فرحانه وخايفه حتى نعاود لكم هاد ستوري تايم، حيت هاد القصه اول مره غادي نبارطاجيها مع شي واحد، وبقيت متردده بزاف واش نعاودها ولا ما نعاودهاش. عرفتوا من امتى وانا باغا نعاود هاد القصه؟ وكل مره كنبغي نعاودها كنطفي الكاميرا، وفهاد لا فيديو ما عرفتش واش عاوتاني غنطفي الكاميرا وغنمشي نجلس ولا غادي نكملها. وان شاء الله غادي نكملها وما غاديش نخاف. شعلت الشميعات باش نخلق واحد الجو زوين، هبط الريضو، طفيت الضو، شعلت غير رينغ لايت. المهم لي زامي، القصه اللي غادي نعاود لكم اليوم هي قصه واقعه ليا انا، قصه واقعيه بيان سور، واقعه ليا انا. هذه واحد 5 سنين دابا. كيف ما شفتوا في العنوان، القصه ديالي مع البنت المسكونه. بلا ما نطول عليكم القصه، البنات بدات نهار كنا مخيمين في تماريس. كنت مخيمه انا وماما وخواتاتي وعائلتي، راكم عارفين كيف ما قلت لكم شي 5 سنين. هادي كنا مخيمين في تماريس، مشينا كرنا واحد الدار كانت زوينه، كانت مقابله مع البحر، كان فيها الفراش، فيها كلشي، فيها الماعن، فيها كلشي. وبقى كنعقل، كانت عندي دابا عندي 20 عام، كانت عندي يمكن شي 14 عام ولا 15 عام بحال هكاك. ما كنتش صغيره بزاف ولكن كنت كنعرف. بقى كنعقل، كنا مشينا في الليل مع ديك العشيه، مع ديك السبعه ديال العشيه هكاك، كنا مشينا بالليل دينا حوايجنا، كنا دايرين غادي نجلس واحد السيمانه هكاك. صافي مشينا دخلنا للدار، كيف ما قلت لكم لقينا في الدار كلشي، الماعن، الفرش زوين، داك الدار كانت زوينه بزاف، كانت فيها واحد الفيو زوين، كانت قابل مع البحر. الحاجه الوحيده اللي ما لقيناش هي البوطه، وحنا عرفتوا واش كتكونوا مخيمين سيمانه واحد الدار لحدا البحر، كنا جايبين معنا التقديه. دونك ما كناش كاع كنا كنقولوا جايبين التقديه، كل نهار غنبقاو نطيبوا، كل نهار غنبقاو نطيبوا بحال هكا. صافي فاش دخلنا للدار لقينا ما فيهاش البوطه. عيطت لماما لداك السيد اللي كان كرا لينا الدار، قالت لي الو السلام عليكم، قالت لي بلي زعما راه البوطه راه مساليه. قال لها صبروا عليا هاد الليله حتى الغدا ان شاء الله ونجيب لكم البوطه. وحنا ديك الليله كنا عرفتوش غتكونوا مسافرين، النهار كامل ما واكلينش، غير كنجمعوا الحوايج غير كنجمعوا الحوايج، وكنا ميتين بالجوع، فريمون كنا كنموتوا بالجوع، وكنا باقيين صغار وعاد خويا باقي صغير، يعني مستحيل نعتو بالجوع. كنا كنتبكوا على ماما فينا الجوع فينا الجوع. ماما خرجت تضرب دويره حدا الدار، تما ما كاين لا حوانت لا والو، حنا ديك الساعه ماشي موتوريزي، جايين غير في الطاكسيات وداك الشيء. ماما بانت لها واحد الدار حدا عندك، الدار كانت مسكونه، مسكونه بالنزع، ما ساكنين فيها الناس. قلت لكم ديك الدار كانوا فيها الناس، ماما مشات دقت عليهم خرجت عندها واحد المراه. بقى كنعقل، ديك المراه كانت ظريفه لي زامي، ظريفه. دقت عليها ماما، قالت لها بلي راه حنا راه جيرانكم، ويلا كرينا غير اليوم وحنا جايين مخيمين واحد السيمانه هنايا. دوك الناس كانوا ساكنين تما، ما كانوش مخيمين، كانوا ساكنين تما. قلت لها يلا مخيمين، راه عندي بلادي صغار عرفتي، وجينا وما لقيناش. المهم بقيت ماما كتعاود لها راه ما لقيناش البوطه، واش ما كتعرفيش انا شي حانوت قريب. هذيك المرة وتعيط لراجلها، عيطات ليه جاب لينا بوطه غير من الدار، حيت هما ساكنين تما كانت عندهم مقله بوطه سوكو. المهم عطاوها لينا، كانت طريفه عرفتو، حنايا ماما جابت لينا البوطه، فشفنا البوطه بحال شفنا الذهب. صافي بنت لينا البوطه بحال شي تحط لنا شي حوله ناكلو. صافي هي هذيك طيبت لنا ماما العشاء، تعشينا ديك الليله، داز كلشي عادي، كلشي زوين. من بعد ماما دارت لديك السيده شويه هكا في طبيسي باش نشكروها على الجست اللي دارت معانا، وداتو ليها ماما وقالت لها شكرا. صافي ونعست ديك الليله عالي. صباح الصباح ندير لكم بحال داكشي ديال الرمانه برطان. انا شوف راه مخلوعه، واش نعاود لكم هادشي؟ انا راه مخلوعه، خليني نعاود لك. عطاكي سمعت نحس بلا ما نحرق لكم لي ديتاي. قلت لكم المهم لي زامي، جا الصباح هبطنا خرجنا للبحر باش نعوم. صافي حنا راه مخيمين، راه غاديين باش نعوموا باش نفوجوا. صباح الصباح هابطين للبحر، شدينا الدار هابطين كلنا العائله كامله، وراكم عارفين التخييم كيفاش كيدوز. هابطين للبحر باش نعوموا، حنا نتلاقاو مع ديك جارتنا، تلاقينا معاها هي وبنتها، كانت عندها بنت وحده كانت سميتها كوتر. تلاقينا معاها بقينا كنعومو مجموعين، بقيت كنلعب انا وبنتها، بنتها كانت كبر مني بعام، كانت سميتها كوثر، كانت كبر مني بعام، بقينا كنلعبو بقينا كنعومو مجموعين. صافي عرفتو بولينا بحال العائله ديك العشيه. صافي فاش كتلاقاو مع شي ناس هكا في وقت ديال السفر كتحسو براسكم ولاو بحال العائله، شي كيدخل عند شي كيخرج عند شي، مع غير التخيم وداك الشيء. صافي ولينا بحال العائله. كانت ديما كتجي عندي كوثر مع تسعود ديال الليل، ديما مع هاد الوقيته مع تسعود ديال الليل، كتعيط ليا من الشرجم كتقول لي سلمى يلا نمشيو نجلسو حدا البحر، يلا نمشيو نشوفو النجوم. انا على نيتي كنقول لها نمشيو نشوفو النجوم، داك المنظر زوين. صافي كنا كنمشيو كنبقاو ناعسين بحال هكا على الرمله كنبقاو نشوفو النجوم، غير كتوصل واحد الوقيته كتقول لي سلمى تسنيني انا جايه، كتغبر وانا ما كنتش كنرد البال، وديما كتغبر مع ديك الوقيته ديما. هادشي كيتعاود المده ديال شي 3 ايام منين حنايا كرنا تما. صافي كنبقى نشوف او فين كتمشي كوثر، كتغبر واحد 10 دقائق عاد فاش كتعاود ترجع كتقول لي فاش ضربت دويره باش تكلمت لماما مشيت غينا. انا ما كنردش البال، كنبقى جالسه كنشوف النجوم. صافي هكاك واحد النهار تعاود نفس البلان، تعاود نفس الديكور قدامي، وانتو انا رديش معاها البال، رديش معاها البال اصلا. ملي عيطات ليا قلت هذه غادي دير نفس هكاك، خلينا نرد معاها البال.
رديت معاها الباب في ديك الوقيته، قالت لي انا طالعه عند ماما وغادي نجي. نهضرت بعد شويه شويه وانا نتبعها، تبعتها كتبان لي البنت دخلت وسط الصخر، عرفتي تمارس في الصخر، كتبان لي البنت دخلت وسط الصخر وانا بقيت تبعها غير بشويه، وهي تجلس فوق واحد الصخره، فوق واحد الصخره انا بقيت تبعها ما قدرتش ندخل تما، بقيت بعيده عليها شويه. ايوا والماء تخيلوا الماء طالع لها مع رجليها، الماء كيضرب لها في رجليها، انا تخلعت عليها الماء كيضرب لها في رجليها، بقيت كنشوف عاد انا ما قدرتش ندوي، عاد بحال ولات زيزونه ما قدرتش ندوي. كنسمعها كتهضر كتقول شي هضره ما مفهوماش، اصلا الصوت ما كتسمعش مزيان مع صوت البحر، وانا ما فهمتش ديك الهضره. كنسمعها كدوي كتقول شي كلمه ما مفهومينش، وانا بقيت كنشوف وانا تخلعت، تبت بالخلعه طرت لدارنا. انا ما قدرتش نبقى تما، مت بالخلعه فشوت طلعت للدار، بقيت ديك الليله كامله وانا كنفكر داك الشيء، عرفتي ما نعستش ديك الليله، الليله كامله وانا مخلوعه وانا كنترعد كنقول خاصني نبعد من هاد البنت، عرفتي ديك الليله فريمون لي زامي ما نعستش والله. جا الغد ليها لزامي وانا ما بقيتش، بغيت نبقى تما، ما بقيتش باغا نبقى تما حتى شي دقيقه، عرفتي كنلقى الارض تشقت صرفتني وما بقيتش بغيت نبقى تما، ما تقدروش تخيلوا ديك الخلعه اللي كنت كنحس بها، ما بقيتش بغيت نشوف ديك البنت، ما بقيتش بغيت نهضر معاها نهائيا، تخيلوا ما قدرنا نعاود هادشي لشي واحد، الخلعه اللي فيه كنقول انا علاش وقع لي شي حاجه اللي قلت هادشي لشي واحد، ما تقدروش تخيلوا ديك الساعه الافكار ديالي كيفاش كانوا، ما تقدروش تخيلوا. صافي كتجي عندي ماما كتقول لي يلا نهبطوا للبحر، يلا انا ما بقى لينا والو غنمشيو، كانت باقا شي 3 ايام باش نرجعوا لكازا هكا، كان طلع لي امتى نجي لدار ما نكذبش عليكم. صافي ماما كتقول لي يلا نهبطوا للبحر ما بقى والو باش نمشيو، انا كنقول لا خليني، كتقول لي يلا يلا بغا نسد الدار، مع اني كنت صغير كنت كندير الزبايل. ماما كانت كتخافني تاع على العافيه في الدار، بقات كتخليني في الدار بوحدي. صافي بقات ماما كتاكد عليا وخواتاتي وما لقيت ما ندير، وانا نهبط معاهم هبطت وحنا نتلاقاو مع ديك السيده وكاوتها ويجي عندي وتقول لي سلمى رجعت البارح ما لقيتكش. قلت لها عيطت لي عاد وانا كنهضر معاها ورات تقول لي كانت رعاد راه ما يمكنش. قلت لها عيطت لي ماما ومشيت، وهي تقول لي علاش تبعتيني البارح، نري قالت لي رجلي فشلوا عليا. صافي بقيت نقول لها لا 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 ما تبعش تبعك ما تبعتكش لا ما بنتيش لي اصلا، عيطت لي ماما وطلعت كنهضر للدار ما شفتكش اصلا فين مشيتي انت، قلت لي مشيتي عند ماما. كان ما بقيت كندخل ونخرج في الهضره، نعرف شو هي كانت صغيره بحال كان عندها شي عقل ديال شي انسان عنده 70 عام ما يمكنش. وهي بقات كتقول لي غير شوفي وكان غير شوفي وكان، انا بقيت كنقول لها ويلي علاش غنتبعك، ويلي مالي علاش غنتبعك، انا مولفه كنتبعك. وانا قلت لها الهضره بالزربه، قلت لها درك لها شوفي يلا نمشيو نعوم، فهمتي بغيت نبدل الموضوع، بقيت كنقول لها نمشيو نعوم وصافي يلا انا غنمشي نعوم مع خواتاتي اللي بغاتي اجي معانا بحال هكا. وتقول لي مزيان الانسان اللي يشوف ويسكت، انا قالت لي مزيان الانسان اللي يشوف ويسكت. صافي صافي تي تخيل بقيت كنحس براسي يعني دري بحال ما عرفتش، مابقيتش كنحس براسي كنحس بنص طاح عليا ديك الساعه، كنت غير كنشوف فيها. ويتعيط عليها ماماها قالت لها كوشر اجي صافي تمشي، وتقول لي باي باي خاصني نمشي دابا نتلاقاو، حتى كتهضر بواحد الطريقه ما تقدروش تخيلوها وهضرتها ثقيله، المهم ما نقدرش نوصف لكم داكشي مزيان، المهم قالت تهضر بواحد الطريقه في شكيله لي زامي. وانا كل اللي كنت راعد بقيت غير كنشوف. مشات هي انا طلعت للدار انا وماما وخواتاتي نعمنا كلشي، طلعنا للدار دوشت صافي وجلست بقيت كنفكر في داكشي. وصلت ديك 8 ديال العشيه وهي تجي عندنا ماما كوثر هي وبنتها، وتقول ماما عافاك ما نقولش لكم سميت ماما ماما كتبغيش تبان، وتجي عند ماما وتقول لها راه وقع لي واحد المشكل، راه اختي عيطوا لي، راه اختي مريضه خاصني ضروري نمشي عندها اللي دار نعسه في السبيطار، راه ما لقاوش اللي باش معاها خاصني ضروري نمشي نبات معاها، وراه غادي نمشي انا وراجلي راه هو اللي غيوصلني، وراه كوثر ما لقيتش كي ندير لها باش معاكم غير هاد الليله غدا غنجي. انا كنسمع ديك الهضره نري كنحس براسي بحال هذيك اخر ليله ليا في الدنيا. ماما تقول لها وي ما تقوليش هكا مرحبا بها، وي حنا بيناتنا هذا الشيء دخلي بنيتي مرحبا بك توانسي انت وسلمى، هاي سلمى هي راك تبقى بوحدها. سمحوا لي على زعما جاتني واحد لابيل تليفوني على القصه ديالي فين كانت، خليناها فاش بقات معنا كوثر ياك. المهم نكمل لكم، هي كان انا ما كنهضرش معاها غير مع خواتاتي، كنهضر معاهم غير مع ماما، كندراسي كنعاون ماما، تخيلوا بغا غير نتلاها باش ما فهمتوا، انا كنبيلها انا ما عنديش الوقت باش ندوي معاك. صافي وصلت ديك التسعود ويجي عندي ويقول لي سلمى يلا نهبط البحر انا وياك. قلت لها شوفي غير سيري انا والله ما قاده راسي كدرني، قلت لها ما قادش، قلت لها انا باغا غنعس. صافي بقات كتطلب فيا، قلت لها ما قادش والله ما قاده، قلت لها من الصباح وانا كنعاون ماما راه شتيني اسيري. صافي مشات بوحدها، مشات بوحدها ما تعطلاتش ميم با واحد كاع 10 دقائق وهي ترجع. انا شتا راجعه وانا ندير راسي ناعسه ما بغيتش ندوي معاها، وعرفت ما قادش نقول ماما والو، وما بقاش بقات تقول لي سيري هضري معاها حشومه الدري ضيفه عندنا، وانا كنحس براسي مخنوقه ما قادره ندوي مع حتى شي واحد. درت راسي ناعسه باش ما ندويش معاها، باش بقات كتفيق فيا سلمى 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 سلمى، انا كنسمعها كنت راسي ناعسه. صافي شويه تنعس حدايا شويه وانا كنحس بالمنطقه كتجر،
معناتها كتجرب شويه بشويه بشويه نريقت انا نري كنموت بالقرع كل كنت راحت كل كنت راحت نقول كنقرا المعوده شي كنقرا ايه الكرسي عرفتي كل كنت راحت كنحاول من بين شويه وانا نسمعها كتضحك واحد الضحكه بشويه وديك الضحكه غريبه لي زامي غريبه شو انا قفزت من بلاصتي قفزت وانا نروح نتلاقى واش مالكي ويت سكت عاد سكتات ما دواتش معايا كاع بقات ساكته ما جاوباتنيش انا ديك الليله ما قدرتش نعس حداها بقاو كيطراو شي حوايج غرابين على ضامي شي حوايج غرابين وانا نوض حداها مش حدا ماما قلت لماما غادي نعس حداك قلت لها تنعس حدايا وتخلي الدريه بوحدها وضيفه قلت لها لا خصني نعس انا بداك البيت في الصاد بغيت نعس هنا انا بغيت نعس هنا داك البيت فيه صاد ما كنعسش فيه مزيان قلت ماما الدريه وقلت لها خليها هي اصلا راه نعسات عس ديك الليله حدا ماما بعدا نعس شويه الحمد لله فقت في الصباح تفقت مخلوعه عرفتوها فانت وعيني كاع منفوخين منعاودش لكم حاجه كيفاش كانت ماما عاقت بلي طاريه شي حاجه حيت اصلا كدي معايا ما كنجاوبهاش انا وليت بحال مرفوعه بحال جالسه ودايره خايفه توقع لي شي حاجه وحاضيه مع جنابي عرفتو حاضيه مع جنابي وتضحك معايا شي واحد ما كنضحكش غير خايفه ومخلوعه بحال كنتسنى ترى شي حاجه بقات كتسولني ماما مالك كنقول لها والو قلت لها كنقول الا عاودت شي واحد ما تيقنيش انتو انا افكاري بحال هكا بقات كتقول لي قولي لي مالك قولي لي وانا بدا كنعاود لماما عاودت لماما كلشي عاودت لها على ديك الليله كيفاش داز على بقات كتضحك وعلى كدوي الراس وكتقول شي هضره ما فهمهاش بقات كتقول لي ماما داكشي اللي كان في راسي هو اصلا يطرى بقات كتقول لي ماما ويلي الدريه باقا صغيره اش كتخربقي والدريه باقا صغيره وراه كتضحك وراه كتلعب وراه كيلعبوا الدراري الصغار وهكاك وانا كنعرف الدراري الصغار كيفاش كيلعبوا الدراري الصغار ما كيلعبوش هكاك كي كتلعب الدريك وراه كان دايخه بالنعاس قلت لها راه كاين اللي كيهضر بالليل بوحدو وما ديش ليه وانا ما كتهضرش بالليل الدريه فايقه وحال عينيها وكتدوي راه كنشوفها المهم ماما كاع ما جاتش من جهتي وما تيقدش هضرتي كامله ولكن فهمت ودخلتها لراسها بقات لها الهضره في راسها حتى شي وقيله حتى هي فاش شي فهمت شي فاش حاجه بحال هكا وقيله كل واحد شي حاجه بحال هكا وفهمت شي خايف يعاود لشي وشي كيقول شي ما غيتش يقنيش المهم هادشي اللي طرا بين العائله ديالنا صافي شويه هي تجي ماماها عيطت ليها قالت ليها هكا واش راه هابطي وقالت لماما شكرا وسمحوا لينا راه خشي ولات شويه وهكا صافي مشات مع ماما حنايا فطرنا هبطنا للبحر عاودوهم ما بقاو شويه عاد باش هبطوا مورانا ماما جلست مع ماما حنا هبطنا العمول حكات علينا ما كنقدمك معامتش معانا عامت بوحدها انا صافي مابقيتش كندوي معاها نهائيا ملي عاودت لماما وخا ماما ما تيقادنيش حسيت براسي ارتاحيت صافي هذيك ماما عاودت لامها قالت لها راه اش كاين واش كاين واش قالت لي سلمى واش قالت لي سلمى باش الا كانت شي حاجه زعما امها ما عارفاش تعرف ولا دير لبنتها شي حاجه ولا تدي عند شي راقي عاونها ولا هكا ايوا ماما قالت لك تعاود لامها قالت لها اش كاين واش كاين واش كاين ماما ما عجبهاش الحال عرفتوا ماماها ما عجبهاش الحال حنا اللي كنعمو حتى كنسمعوا ماما كتغوج على ماما كتقول لها الدراري الصغار كيلعبوا واش هاد الهضره كتقولي وانت مرا بعقلك انا 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 بقات كتقول لها شي هضره شويه بقات كتقول لها ما عرفت المهم بقات كتغوت عليها ماما جاوباتهاش كاع انا ما نقدرش نفك انا ما قدرتش نمشي بقيت بعيده من بعد وكندير بحال هكا انا تخلعت كنقول غتوقع شي حاجه مش طبيعيه ديك بنتها اصلا ما كانتش طبيعيه وكانت هذيك الليله هي اخر ليله لينا في التخيام وما تيقاتناش امها وصافي قالت البنت زيدي وطلعوا عرفتي بنتها هكا غاده مع امها وظاهره كدير فيه شي شوفات بحال عرفتي كدير فيه شي شوفات بحال هكا بحال كتحلف عليا بعينيها ناري عرفتو لي زامي كانت هذيك هي اخر ليله لينا صافي حنا عملنا طلعنا دوشنا جمعنا حوايجنا وراجعين بحالاتنا ودازت عليا واحد السيمانه ديال العذاب كل مره كنقول كنوض بلي كنبغي نمشي للطواليت كنقول هي تخرج ليا كنبغي نمشي للكوزين كنقول هي تخرج ليا مش قادروش تخلع عرفتي بقات ليا في بالي وتوسوست بها بزاف وتوسوست بداك الشيء ديالها بزاف 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 كل ليله ما كنقدرش نعس الا ما طلقتش القران واحد لا بيريود صحابتي كانوا عارفين ما كنقدرش نعس انا الا ما كانش حدا القران دوزت واحد لا بيريود طويله بزاف لدرجه شي 3 سنين بحال هكاك ما كنتش كنقدر نعس الا ما كانش القران حدايا ما غاديش نعس انا نهائيا ما غاديش نعس حتى كان داك الشيء صعيب عليا بزاف كنت باقا صغيره ومن ديك الوقيته من ديك الوقيته عمرني ما شفت ديك البنت عمري ما عاودت تلقيت بها نهائيا وما عرفت دابا كيفاش غتكون كانت ديك كيفاش ولات ديك البنت واش باقا هكاك كانت غريبه بزاف وما عرفتش علاش اصلا هما كانوا ساكنين حتى البحر وديك البلاصه زعما ما يقدروش يسكنوا فيها الناس ما عرفتش واش عائلتها كاملين هكاك ولا غير هي بوحدها ما عرفتش دوك الناس واش من الانس ولا من الجن ما عرفتش كي مع القران الحمد لله صافي بدات شي كيحيد ليا من بالي وعارفه بلي كاين الجن كيف ما كاين الانس وهي ما ادتنيش عمرها ما ادتني بشي حاجه الصراحه كانت غير كتخلعني شويه كنت كانت كتخلعني حيت كنا باقيين صغار ما عرفتش ممكن هادشي بحال هكا لزامي
وهذه هي القصه ديالي، انا راه كنت مترددة بزاف باش نعاودها لكم. عرفتوا كنعاودها لكم، متقدروش تخيلوا واش كنحسوا انا كنعاودها لكم، ولكن صافي دابا كبرت وداكشي مابقاش غادي اثر فيا وصافي. هذه هي القصه ديالي، ما عرفتش واش نتوما ديجا وقع لكم شي حاجه بحال هكا، حيت كنسمع بزاف ديال الناس كيوقعوا لهم قصص بحال هكا. وكانت هذه القصه ديال لي زامي، وغادي نختمها لكم باقوال ديال رمانه وبرطال. وشات قصتي من الواد الواد، وانا جالسه مع وليدات الجواد وشي مع باقي ما طفاش. وكانت هذه القصه ديال لي زامي، ما عرفتش واش عجباتكم ولا ما عجباتكمش، صراحه هي شويه كتخلع. المهم خليو لي كومونتيرات زوينين، بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وقولوا لي كيف جاتكم هذه القصه. ما عرفتش، المهم انا بغيت غير نعاودها لكم وصافي، حيت عمرني عاودت شي واحد وصافي. بلاش نطفي الشمع،